شباب، مساء الخير عليكم، واتمنى تكونوا كلكم كويسين وبخير. النهارده يمكن هنعيد تاني الكلام اللي كنا قلناه قبل كده حسب طلبكم، وهنعيد محاضرة الجريد كود زي ما كنتوا طلبتوا مننا قبل كده، عشان هي في الحقيقة محاضرة مهمة، وهنحاول ان احنا نوضح فيها بعض الاشياء اللي يمكن ما كانتش واضحة المرة اللي فاتت، وهنكمل في بعض النقاط كده البسيطة على المحاضرة السابقة، يعني بحيث ان احنا نقدر ان احنا نكون خدنا فكرة مش بطالة عن موضوع الجريد كود في المحاضرة دي، لانه في الحقيقة موضوع مهم زي ما هشرح لكم وهفهمكم يعني في السلايدز الجاية. بصوا يا جماعة، هو الجريد كود ده اساسا فكرته ان هو اتعمل على اساس ان هو يوضح صورة لطرفين، والحقيقة ان الطرفين دايما ما بيبقوش على اتصال ببعض، مع ان المفروض ان هما يكونوا بيخدموا بعض. اول شخص بيستفيد من ما يسمى بالجريد كود او بالسولار كود بقى، عشان نكون محددين، عشان احنا بنشتغل على البي في كود او السولار كود، اللي هو الباحث. الباحث عاد يعمل اختراعات كويسة، وطبعا يستخدم السيميليشن او يستخدم بروتوتايبس صغيرة ويطلع نتائج ممتازة، لكن تيجي تنفذ النتائج دي تلاقيها ما ينفعش تتنفذ. تيجي تحاول تاخد محطة بي في وتربطها بالشبكة بالطرق اللي هو عاملها، تلاقي الحكومة رافضة الكلام ده، تلاقي الكلام ده ما ينفعش، فده مش منطقي. فالمفروض ان اي باحث يجي يشتغل في الطاقة الشمسية لازم يخضع لشروط الجريد كود، على اساس ان هو ما بيشتغلش في الهواء، هو المفروض انه شغله ده هيتحول لحاجة في الاخر عملية. ده من ناحية. من ناحية تانية، هو معمول للمهندسين اللي بيشتغلوا في محطات الطاقة الشمسية، او اللي بيشتغلوا في شركات النقل، نقل الكهرباء يعني، علشان خاطر الديزاين والسبيسيفيكيشنز والتستنج والتشغيل بتاع محطات السولار دي لازم يكون بيزد على السولار كود ده تكنيكالي، لان المفروض ان انت لما بتربط المحطه بتاعت الطاقه الشمسيه بالشبكه، المفروض انك تربطها على اسس لا تضر المحطه ولا تضر الشبكه زي ما هنشوف دلوقتي، بل بالعكس المفروض انها تكون اضافه للشبكه، وهي وكمان الشبكه مش المفروض ان هي تكون بتبعت حاجه تضر بيها المحطه بتاعت الطاقه الشمسيه، تحرق الانفرتر او الريكتيفاير او وات ايفر يعني، ولا المفروض ان البي في تتسبب في مشكله، يعني ممكن البي في تفضل تضخ في باور تضخ في باور، تتسبب ان الفريكوانسي تزيد عن اللزوم مثلا، فتلاقي حصل فجاه بلاك اوت للشبكه كلها. فلا ده صح ولا ده صح، المفروض انه في شروط معينه للربط، فريكوانسي ما تزيدش عن مثلا 51.5، بعد 51.5 انا لازم افصل المحطه بتاعتي. فلذلك هم عملوا ما يسمى بالسولار كود، والحقيقه اللي احنا هنكتشفه ان ده مش كود واحد، دول اتنين كود. خلينا نتكلم. طبعا هو هنا كود مقصود بها شروط يعني، تمام. احنا ايه الاوبجكتيف بتاعنا؟ احنا عايزين نشوف ديزاين بتاع المحطة نعمله ازاي بحيث ان هو يناسب ربطه بالشبكة المصرية. ده الهدف من ان احنا ندرس الكلام ده، ازاي نعمل ديزاين مناسب لمحطة طاقة شمسية. المفروض ان هي تكون كبيرة في المحاضرة دي، وفي كود تاني للصغيرة، ايا كان بقى هي للكبيرة او للصغيرة، بس هي تكون مناسبة للربط في الشبكة المصرية. طبعا عشان تتربط لازم تكون بتحقق كل البنود اللي موجودة في السولار كود ده، تمام. محتاج بس اقول لك ان بغض النظر عن محطات الطاقة الشمسية، يعني بغض النظر عن السولار كود، في عندنا في مصر في شركات الكهرباء يعني بيتبعوا تو كودز، يا اما انت تشتغل في الترانسميشن كود، وده اللي هو بتاع خطوط النقل الابراج الكبيره اللي انت بتشوفها، يا اما بتشتغل على حاجه اسمها ديستريبيوشن كود. يعني ايه بشتغل على الترانسميشن او الديستريبيوشن؟ يعني في الترانسميشن مثلا انا ببقى عامل الديزاين بتاع كل حاجه في الباور سيستم بحيث ان هي تحقق لي
50 هرتز الفولتج ما يبقاش غير 5% اب 5% داون، ده المسموح بيه. ما يبقاش فيه خطوط اوفرلودد عن قيمة معينة، بس ده في الترانسميشن. طب في الديستريبيوشن غالبا انت بتحقق نفس الكلام، بس بتاخد حاجات تانية في اعتبارك مش بتبقى موجودة غير في اللو فولتج. يعني انت عارف ان الديستريبيوشن بيبقى عادة كابلات او ترانسميشن لاينز، بس بتبقى صغيرة قصيرة، مش زي الطويلة اللي بنشوفها في الطريق يعني. فبتحقق شروط دي برضو، بتحقق حاجات اكتر منها. ففي عندنا حاجتين، جريد كود ده اللي بيتكلم فيه عن الترانسميشن سيستم اللي هو ال 500 كيلو فولت وال 220 كيلو فولت وال 66 كيلو فولت، اللي هي الارقام الكبيره يعني. وفي الديستريبيوشن كود اللي هو بيتكلم فيه عن ما هو اقل من 1 كيلو فولت زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، اوكي. ولذلك هتلاقي ان احنا عندنا تو سولار كودز، واحد للسمول سكيل اللي هو يعني الشروط اللي تربط بيها محطة بي في صغيرة، او يسموها ديستريبيوتد جينيريشن، زي ايه؟ زي المحطة اللي موجودة عندنا فوق هندسة، دي شروط ربطها اسمها سمول سكيل بي في كود سبيسيفيكيشنز. ازاي تربط محطة سمول سكيل؟ سمول سكيل يعني محطة صغيرة، وهنشوف صغيرة يعني اقل من قد ايه وبتتربط بايه؟ طبعا بتتربط بالديستريبيوشن نتورك مش بالترانسميشن نتورك، يعني بتتربط على اللو فولتج 380 فولت اللي هو اللي موجود عندنا، ده اللي هو لو فولتج ديستريبيوشن نتورك. فده لو كود خاص بيه اسمه سمول سكيل بي في كود. المحطات الكبيره اللي زي بنبان بتتربط بالترانسميشن نتورك اللي هي بتبقى هاي فولتج 500 كيلو فولت او 220 او 66. طبعا الاشهر ان هي تتربط بال 500 او 220 زي محطه بنبان كده اللي موجوده في اسوان، تتربط على الهاي فولتج دي. بتتبع حاجه اسمها سولار انرجي جريد كونكشن كود، ده مش السمول سكيل، ده اسمه سولار انرجي جريد كونكشن كود. ده مينلي بيربط المحطات الكبيره اللي زي بنبان كده اللي هي اللارج سكيل او الميديوم سكيل. طب انت بتقسمهم ازاي ان هم سمول سكيل او ميديوم سكيل او لارج سكيل؟ بص، السمول سكيل محطه اقدر اقول عليها انها سمول سكيل لو هي النومينال باور بتاعتها او الانستولد كاباسيتي بتاعتها اقل من 500 كيلو وات. الميديوم سكيل اللي هي من 500 كيلو وات ل 20 ميجا وات. اللارج سكيل اللي هي اكتر من 20 ميجا وات. بالنسبه لك الميديوم واللارج بيتعاملوا نفس المعامله، السمول هو اللي بيتعامل معامله شويه مختلفه زي ما اتفقنا. السمول سكيل اللي هو اقل من 500 كيلو وات. المحطه اللي عندنا في الجامعه 4.5 كيلو وات، فطبعا هي سمول سكيل. محطه بنبان 1.8 جيجا وات، فهي اكيد لارج سكيل ان هي اكتر من 20 ميجا وات. تمام، 1.8 جيجا وات يعني 1800 ميجا وات، فطبعا اكتر بكتير، فهي هتتعامل معامله لارج سكيل، فهي هتخضع لشروط السولار انرجي جريد كونكشن كود. تمام، ده الموضوع ببساطه كده من غير لما نعقد الدنيا بالنسبه لكم يعني. فاحنا عندنا تو كود، في سمول سكيل كود ده بتاع المحطات او البي في اللي موجوده في البيوت او اللي موجوده عندنا في الجامعه او اللي ممكن تكون موجوده في مصنع اللي هي مش محطات كبيره. وفي المحطات الكبيره اللي هي زي اللي في بنبان دي ليها كود تاني اسمه سولار انرجي جريد كونكشن كود. تمام، التقسيمه دي هتخلي الدنيا واضحه بالنسبه لك. والتو كودز انا هرفعهم لك بعد المحاضره دي بحيث ان انت تقراهم. انا طبعا واخد كلام من واحد فيهم زي ما هوري لك دلوقتي وبشرحه لك، بس انا حابب انك بعد ما تسمع المحاضره دي كمان تحاول تقراه عشان تفهم. وانت كده كده هتقراه لان انا هطلب منك حاجه ليها علاقه بالموضوع ده يعني. ماشي خلاص، ده زي ما اتفقنا كده الالكتريستي ترانسميشن كود ده بغض النظر عن TV اللي هو اسمه جريد كود. في واحد تاني اسمه ديستريبيوشن كود، ده ليه علاقه بالترانسميشن بشكل عام او الديستريبيوشن بشكل عام حسب الفولتج اللي بيتنقل عليه. يعني ال 500 وال 220 وال 66 دول بيخضعوا للجريد كود، ال 380 ولغايه 1 كيلو فولت دول بيخضعوا للالكتريستي ديستريبيوشن كود اللي موجود في مصر. طيب بالمنطق كده السمول سكيل بي في كود
اكيد هيبقى له علاقه بالديستريبيوشن كود، ما هو انت بتربطه على شبكه الديستريبيوشن، تمام. لكن الميديم واللارج سكيل اللي هي زي بنبان كده، اكيد دي ليها علاقه بالترانسميشن كود اللي هو الجريد كود. فهتلاقي ان الشروط اللي موجوده في الجريد كود هي اغلبها اللي هو حاططها عنده في السولار انرجي كود، بينما بتاع السمول سكيل هو واخد الشروط اللي موجوده في الديستريبيوشن كود، تمام. ساعات تبقى المحطه ميديم وانت تحب تربطها بالديستريبيوشن كود، فساعات يكون في علاقه ما بين السولار انرجي كود الكبير اللي هندرسه النهارده والديستريبيوشن كود، لكن مش كتير، وبيبقى مينلي العلاقه مع الجريد كود. خلي بالك كمان ان الويند لما بتيجي تربطها الويند فارم زي الزعفرانه كده، لا انت بالتاكيد المره دي بتتكلم على الجريد كود مش على الديستريبيوشن كود، لان الويند فارم لما بتيجي تتعمل بتبقى بسكيل كبير ودايما بتربط بالترانسميشن مش بالديستريبيوشن، تمام. مينلي شغلنا النهارده هيكون على السولار انرجي كود والجريد كود، اللي هي محطه زي محطه بنبان كده، ازاي نربطها بالشبكه. والحقيقه ان انت لو قدرت تفهم كويس السولار انرجي كود هيكون عندك قدره انك تفهم السمول سكيل بي في كود. طيب يعني ايه كود اساسا؟ يعني ايه كود سبيسيفيكيشن؟ ده بيقول لك تقريبا النسب المسموحه للفولتج وللفريكوانسي والباور كواليتي يكون عامل ازاي، والهالليمتس بتاعت الحاجه اسمها الهارمونيك وحاجه اسمها الفيز امبالانس والفليكرز. يمكن احنا يعني هنتعرض من الفولتج والفريكوانسي والباور كواليتي، يعني دول المهمين اكتر من الفيز امبالانس والفليكرز. يعني هيبدا يشوف بقى كمان ازاي هو يقدر يعمل كنترول على السولار سيستم بتاعه بحيث ان هو يحقق طلبات مطلوبة منه في الشبكة زي الاكتف والرياكتف باور، ازاي يقدر يعمل بروتكشن، ازاي يقدر يعمل سينكرونايزيشن. هنشوف الكلام ده كله بيزد على الجريد كود موجود. وزي ما بقول لك كده، احنا النهاردة هنسقط كلامنا على اللارج سكيل او الميديم سكيل سولار بلانت جريد، اللي هو الجريد كود بتاع السولار سكيل او اللارج سكيل سيستمز. زي ما قلنا الكود ده بيطبق على الميديم سايز وعلى اللارج سايز، اللي هي الحاجات من 500 ل 20 ميجا وات او اللي اكتر من 20 ميجا وات زي محطه بنبان كده. لو انت بقى عندك محطه اقل من 500 كيلو وات مش هيمشي معاك اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، لا هيمشي معاك التاني اللي هو السمول سكيل. هتلاقي في حاجات متكرره فيهم، بس هتلاقي بتاع السمول سكيل فيه شروط يمكن مش موجوده في ده زياده يعني، تمام. محتاجين بس نفهم تقسيمة الفولتج بتمشي ازاي، عشان بس ده بيعمل شوية لخبطة للناس. عندك حاجة اسمها اكسترا هاي فولتج، دي اللي هي اعلى من 132 كيلو فولت، اللي هي بتبقى 220 و 500 كيلو فولت. عندك هاي فولتج من 33 كيلو فولت ل 132 كيلو فولت. ميديم فولتج من 11 كيلو فولت ل 22 كيلو فولت. الجريد عادة او الجريد كود بيتعامل مع الهاي فولتج والاكسترا هاي فولتج، عشان كده بقول لك هو بيتعامل من ال 33 لل 500. الديستريبيوشن بيتعامل مع الميديم فولتج واللو فولتج اللي هو بيبقى 380 بقى، اللي هو اقل من 11 كيلو فولت كمان. خلينا بقى نخش في الجد، عايزين نشوف ايه الشروط بقى اللي نربط بيها محطة لارج سكيل او ميديم سكيل بالشبكة بتاعت مصر. اولا الشكل ده لازم تكون انت فاهمه كويس. الشكل ده عبارة عن ايه؟ دي المحطة تحت البي في اهي، ودي كلها مفاتيح، وده ترانسفورمر، وده اختصار الترانسفورمر، وده مهم جدا انك تكون عارفه. دي كلها سكاكين بريكرز موجودة، وده ميتر عشان يقيس، وده أهم بريكر ممكن يكون موجود عندك، ده لما تقفله بيتربط بالشبكة، لأن المفروض إن دول كلهم بيبقوا مقفولين أثناء اليوم، ولو أنت قافلهم وفاتح ده فأنت ما كأنك مش قافلهم أساسا، فهم بيتسابوا مقفولين عادة أغلب الوقت، ويجي ده يا يفصله يا يفتحه، ده اللي بيربط بالشبكة. عشان كده النقطة دي هي أهم نقطة في الموضوع. لو طفيته يبقى أنت ربطت محطتك بالشبكة، لو فتحته يبقى المحطة بتاعتك مش مربوطة بالشبكة، تمام.
ايه الشروط بقى علشان اقفله؟ اول مجموعه من الشروط ليها علاقه بالكومبوننتس، الاجزاء اللي موجوده في السيستم، زي ما درسنا كده المرات اللي فاتت. احنا خدنا كل كومبوننت واتكلمنا عنه عشان نشوف هو ايه. هو بقى كاتب لك الشروط اللي تجيبها لكل كومبوننت بحيث ان هو يتربط بالشبكه. الانفرتر مثلا، الانفرتر ده لازم يكون بيحقق الريكويرمنتس بتاعت حاجه اسمها اي اي سي 62109، ولازم يكون واخد سيرتيفيكيشن بكده. انت ما بتعملش اي حاجه غير انك بتشتري من الراجل بالسيرتيفيكيشن بتاعه، بالشهاده بتاعته ان هو كده سيرتيفايد يعني. التفاصيل اللي جوه ما تهمكش كتير، المهم انك تشتريه بالشهاده بتاعته. التفاصيل اللي جوه دي تهم مني ناس بتوع باور الكترونكس، بس ما تهمكش انت كواحد بيشتغل في البي في يعني. طبعا الانفرتر لازم يكون عنده قدره انه يتحكم في الرياكتيف باور او في الباور فاكتور، والاثنين هيدوك نفس المعنى باكيورسي بلس ماينس 2%. في نفس الوقت كمان لازم يكون له حاجه اسمها سينكرونايزيشن يونت. ايه السينكرونايزيشن يونت دي؟ الانفرتر ممكن يشتغل عند فريكونسي 50، يعني ممكن يدي لك كهرباء عند فريكونسي 50 وممكن يدي لك كهرباء عند فريكونسي 60. مين اللي بيقول له؟ حاجه اسمها فيز لوجد لوب، دي السينكرونايزيشن يونت، دي تخليه يتربط بشروط الشبكه. ازاي؟ بيسنس الكهرباء اللي جايه من الشبكه في الاول، يعني في الاول كده بيسحب حاجه بسيطه من الكهرباء فيشوف الفريكونسي عامله ازاي، فيطلع كهرباء بالفريكونسي زي اللي جات له بالظبط. دي اسمها فيز لوجد لوب، او في حاجات تانية شبهها يعني، بس هي دي عشان الانفرتر يتربط بالشبكه ويحقق الفريكونسي والفولتج. الفولتج ممكن يبقى 380 وممكن يبقى زي امريكا كده اللي هو بيبقى 240. اللي بيحدد ده زي ما بقول لك السنس اللي هو بيحسه في الاول. فدي شروط تكون موجوده في الانفرتر. طيب سويتش جيرز، اولا انا احب اقول لك ايه هم السويتش جيرز، ان ما اعتقدش انك عارفهم. دول كلهم كده، كل المفاتيح دي اسمها سويتش جيرز. طبعا زي ما بحكي لك ده اهم مفتاح فيهم يعني. ايه السويتش جيرز؟ لازم تكون متحقق اي اي سي 62271، ودي انت بتجيب شهاده بيها او بتشتري السويتش جير ده بالشهاده دي. وطبعا لازم يكون الفولتج والكرنت بتوعه مناسبين للي موجود في الجريد كود، بس مش الجريد كود بتاع السولار بقى، لا الجريد كود التاني اللي هو بتاع مصر، اللي هو بتاع الترانسميشن اللي قلت لك عليه. هو كاتب فيه بالظبط هو عايز سويتش جير يبقى ايه شروط الكارنت والشورت سيركت باور والفولتج بتوعه عشان تستخدمه. ولازم السويتش جير يكون فيه تو تريبنج كويلز. انت عارف ان السويتش جير او بشكل عام كده انت علشان تشغله بيبقى جواه كويل ملفات، لازم يكون فيه اتنين ملفات، ولازم يكون فيه ارث ارضي علشان يتربط بالارض. طبعا كل دي عوامل امان، بيبقوا ملفين او تو تريبنج كويلز عشان يبقى هو دايما ضامن ان لو واحد حتى باظ التاني هيكون ايه شغال معاه. الحاجات دي كلها انت بتجيبها وانت بتعمل المحطه وبتقدمها للحكومه عشان تربطها بالشبكه، تتاكد ان الحاجات دي مستوفيه. حاجه كمان، السويتش جيرز دي لازم تكون كلها قابله انك تتحكم فيها عن بعد، يعني انت ممكن تكون في مكان بعيد عنها وتديها امر انها تفتح او تقفل وهي تنفذ الامر بتاعك. هنشوف ليه دلوقتي. وممكن الامر ده ما يبقاش من المحطه، ممكن يبقى من الكنترول سنتر اللي موجود في امبابه، والمحطه موجوده في اسوان، بتاع امبابه ممكن يامرها تعمل حاجه، يقول السويتش جير بتاع الكونكشن ده مثلا اللي هو بتاع الشبكه افتح، خرج المحطه من الشبكه يفتح. فلازم يكون قابل المفتاح ان هو للتحكم عن بعد. ترانسفورمر، والترانسفورمر طبعا موجود في كل المحطات ولو سيرتيفيكيشن معروف جدا اسمه اي اي سي 676، طبعا معروف جدا جدا وموجود في كل المحطات. والانسوليشن اللي هو العزل الموجود جواه اللي هو الاي اي سي 685. في حاجه اسمها تاب تشينجرز، التاب تشينجر ده انت عارف انك ممكن تشتغل عند فولتج 5% اب
او ساعات حتى 10% لو انت في حالات معينة، و10% داون. التغيير من 10% اب ل 10% داون ده انت بتحققه عن طريق حاجة اسمها تابت تشينجرز، بتتحكم في الملف بتاع السكندري. المهم يعني قصة، انت كل ما بتتحكم فيه بتغير في قيمة الفولتج. الشرط الاهم بقى ان يكون عنده efficiency 96% او اكتر، كمان 96% ده المينيمم. يعني ترانسفورمر سهل انك تلاقي فيه الكلام ده لان هو موجود لكل المحطات، مفيش فيه مشكلة. سويتش جير كمان نفس الكلام، الانفرتر هو اللي شوية بيبقى عامل مشاكل مع بعض الناس. الحاجة الاهم بقى الكوميونيكيشن، الداتا. في العصر اللي احنا فيه ده مهم قوي الداتا اللي بتنقل القرايات. دلوقتي انا عندي الفولت كذا والكرنت كذا والباور اللي طالعه كذا، مهم ان يكون في كوميونيكيشن سيستم. ده جدا طبعا بيبقى فيه تيلي كوميونيكيشن اكويبمنتس، راوتر وكلام من ده بقى، طبعا بيبقى فيه وايرلس دلوقتي، ويبقى فيه مونيتورنج وكنترول اكويبمنت على اساس انك انت هتدي اوامر. و بشكل قوي لازم تكون الحاجات دي شغالة وريلايبل طول الوقت، لان لو باظ الكوميونيكيشن سيستم بتاعك انا مش هقدر اراقب كويس المحطة بتاعتي عاملة ازاي. تمام. وزي ما بحكي لك بقى، طبعا انت لانك عندك كوميونيكيشن او انت بتعمل الكوميونيكيشن عشان يبقى عندك ميجرينج ومونيتورينج وكنترول. وانت اساسا حاطط الكوميونيكيشن سيستم ليه؟ عشان ينقل الداتا، عشان اقدر ان انا اقيس كل شوية وانقل الداتا بتاعتي، وفي نفس الوقت اقدر ان انا ادي اوامر. ما كنترول يعني اقدر اتحكم، انا محتاج ارفع الاكتف باور لكذا، محتاج اقلل الاكتف باور لكذا، محتاج افصل جزء من المحطة. كل ده ممكن، بس لازم اكون شفت الاول ويكون عندي قدرة ان انا اعمل كنترول. ومش شرط انا اعمل الكنترول، ممكن الكنترول ده يتم اوتوماتيكلي، ما فيش مشكلة في كده يعني. طبعا المفروض ان الداتا بتاعت سنتين بتتخزن، يعني المفروض ان انت بيبقى في كل محطة فيه كده زي كنترول روم. المفروض الكنترول روم دي اللي فيها الداتا كلها بتخزن الداتا لمدة سنتين. طب ليه التخزين ده بيفيد في المستقبل؟ لان عادة المشاكل اللي انت بتتعرض ليها بتتكرر تاني، فانت لو عندك مشكلة حصلت تقدر يا تتفاداها يا تحلها بشكل سريع. طيب ايه بقى البارامترز اللي انا محتاج اقيسها؟ ودي الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها لك، أنا هقول لك عليهم دلوقتي. دول طبعا الأكتف باور اللي هي البي، والأكتف إنرجي اللي هي كيلو وات أور، يعني الرياكتف باور والرياكتف إنرجي. إيه الرياكتف إنرجي دي؟ زي الإنرجي كده بس على الرياكتف باور. طبعا هي الإنرجي الطبيعية هي على الأكتف باور، كيلو وات في ساعة. الرياكتف باور ده كيلو فار في ساعة. بيقيسها ليه؟ عشان يشوف الرياكتف باور عامله ازاي واستهلاكها عامل ازاي من قبل الشبكه. طبعا الفولتج، طبعا الكرنت، الفريكوانسي. كمان انت بقى لان انت بتشتغل على سولار سيستم، انت محتاج تقيس الراديانس اللي هو الراديشن، محتاج تشوفه عامل ازاي، وتقيس التمبريتشر بتاعت الهواء. مروفر ده انت المفروض كمان تكون بتقيس التمبريتشر جوه السولار بانل نفسها، ان جوه السولار بانل التمبريتشر بتبقى اعلى من التمبريتشر بتاعت الهواء. وحاجه كمان اسمها التوتال هارمونكس اللي في الفولتج وفي الكارنت. هنشوف ايه الهارمونكس دي، المفروض انت عارفها من باور الكترونكس، بس انا يعني هعيدها بسرعه يعني. طيب في سيجنالز بقى بتخرج من السولار بلانت وتروح فين؟ للكنترول سنتر اللي هو موجود في امبابه، اللي هو بيتحكم في كل المحطات اللي موجودة في مصر. ايه الداتا اللي بتروح بقى من السولار بلانت عن طريق الكوميونيكيشن سيستم لحد امبابة، كنترول سنتر اللي في امبابة؟ اول حاجة التاب بوزيشن بتاع الترانسفورمر. قلت لك ان في تابس هو حاططها، كل تاب من دول بيخليك تخرج فولتج معين. انت بتبعت له التاب اللي انت عنده دلوقتي قد ايه. حالة السويتش جيرز، كل سويتش من السويتشات اللي موجودين هنا حالته ايه؟ open ولا closed؟ وطبعا ده صاحب اكبر اهمية فيهم. تمام. هل في اي الارم جاي على الكوميونيكيشن سيستم؟ في حاجة هتبوظ، في حاجة هتعطل؟ هل في اي protection
سيجنال من ناحية الجريد سايد، في فولت معين حاصل عند الخط مثلا اللي هو طالع من عنده محطة البي في، لو ما بين الأقصر وأسوان مثلا في مشكلة، في فولت حاصل فيه زي ما درسنا في الباور سيستم، الانفرتر فيه مشكلة، الستيتس بتاعته ايه، في مشكلة، شغال اونلاين ولا اوف لاين بره الخدمة. طيب في داتا بقى بيبعتها لك الكنترول سنتر لحد السولار بلانت، زي ايه، انا عايز باور كذا، دي تبقى اكتف باور سيت بوينت اللي هي الباور اللي هو عايزها دلوقتي. طب هو ممكن يعوز باور مختلفة؟ اه ممكن يغير الباور اللي هو عايزها حسب ظرف الشبكة. نفس الكلام الرياكتف باور او الباور فاكتور اللي هو عايزه. لو انت عايز تشغل او تبدأ تشغل المحطة وتربطها بالشبكة، هي ما كانتش مربوطة وانت عايز تربطها، هو يبعت يقول لك انت ما تقدرش تربطها او تقدر تربطها، اللي هي الستيتس allowed to start او لا، عايز تفصلها ممكن تعمل لها ديسكونكت ولا لا، او لازم تعملها ديسكونكت دلوقتي ولا لا، لان في مشكله فانت ما ينفعش تسيبها موجوده في الخدمه. لو فضلت موجوده في الخدمه اكتر من كده الانفرتر بتاعك هيتحرق. ده كله بيبعته لك الكنترول سنتر. طيب تمام. الامبلمنتيشن بقى ريكويرمنت، طريقه التنفيذ. طبعا طريقه التنفيذ بتخضع لكذا ستاندرد، اشهرهم الاي اي سي 60364، مين اللي بيكلموك عن الاستراكشر اللي انت بتحطه للسيستم بتاعك، تمبريتشر تبقى عامله ازاي وتوزيع التمبريتشر بيبقى عامل ازاي، ازاي بتحط السنسورز فيه، المسافات اللي بتسيبها ما بين الموديولز قد ايه، الحاجات دي كلها بتبقى بيزد على ستاندردز، ولازم طبعا بتقدم شهادات ان انت اتبعت الستاندردز دي في الانستاليشن. مانيفاكتشرنج بتاع الحديد اللي بيشيل الخلايا، كل الكلام ده لازم تبعت بيه شهادات ان انت اتبعته صح كما يجب يعني. طيب الرينج بقى المسموح بيه، خلينا نتكلم عن الفولت. ايه رينج الفولت اللي مسموح بيه علشان اقدر اربط؟ بص، طول ما انت ما بين 0.85 بير يونت ل 1.1 بير يونت انت ما عندكش اي مشكله خالص. بس اي فولت اللي هو بيتكلم عنه بقى اللي يبقى في الرينج ده، عشان بس الكلام يبقى واضح، الفولت اللي هنا اللي هو اللي عند الربط بالشبكه، طول ما هو من 0.85 ل 1.1 بير يونت مفيش اي مشكله خالص. طب لو هو اعلى من 1.1 لغايه 1.15، لا انت محتاج 30 دقيقه بس وبعد كده نبدا نفكر نفصل الشبكه. طب لو هو اعلى من 1.15، لا انت هتفصل على طول. تمام، هو ده السيكونس اللي احنا ماشيين بيه. لو انت الفولتج بتاعتك من 0.85 ل 1.1 انت تمام مفيش اي مشكله خالص، و 0.85 دي هو مديك سماحيه زياده، 1.1 نفس الكلام لان محطات السولار هو برضو ما عندوش كميات كبيره منها، فلو حصل ان هي فيها يعني شويه فاريشن اعلى من اللي مسموح بيه مفيش مشكله، بس طبعا بنسب مقبوله. لكن من 1.1 ل 1.15 غلط انه يفضل موجود الوضع كده اكتر من نص ساعه. طيب غير كده بقى اعلى من 1.15 لا ما ينفعش خلاص، انت لازم تفصل المحطه. طب الفريكوانسي، شوف الفريكوانسي نورمالي هي 50 هرتز. لو هي 50 وقلت لغايه 47.5 المحطه هتفضل تضخ باور، يعني مفيش مشكله انها تفضل تدي باور، بس هتبقى شويه كنترول، يعني انت هتبدا حبه حبه كده تكنترول الموضوع، بس مفيش مشكله حتى لو ما عملتش كنترول مفيش مشاكل لغايه 47.5. طيب لو هي زادت من 50 ل 50.2 هتفضل برضو تضخ نفس الباور. طيب لو عليت عن 50.2 لغايه 51.5 لا، في استراتيجي بقى هتمشي بيها. بص لغايه 50.2 لغايه هنا تمام، لو الفريكوانسي زادت عن كده لازم تبدا تقلل في الباور اللي انت بتضخها في الشبكه اللي انت بترميها على الشبكه بالمعادله دي، هي اللي بتحسب الموضوع. تمام، لحد لما يعني انت عاده بتنزل من 100% لحد تقريبا 50% ما بين 50.2 لغايه 51.5. طب ليه الكلام ده؟ على اساس ان انت
لو فضلت تضخ نفس الباور هتفضل الفريكونسي تزيد اكتر. فريكونسي زيادتها عن اللزوم ده اسمه اوفر فريكونسي، ده ممكن يتسبب في ان الشبكه كلها تعطل، يحصل بلاك اوت. فهو بيحكم الموضوع بان هو بيبدا يقلل تدريجيا. طب لو المساله زادت عن 51.5، لا انت كده هتبدا تخرج بره الخدمه اصلا، يعني هتبدا يديك امر انك تعمل ديسكونكت للمحطه بتاعتك. تمام، وده القانون يمكن اللي هم بيعملوا بيه. تغير في الباور بيساوي 0.4 في البي ام، بي ام دي الاكشوال باور اللي هي اللي موجوده قبل لما الفريكوانسي تزيد عن 50.2، هي هنا 100% يعني. في الدلتا اف في التغير في الفريكوانسي، مش الفريكوانسي، التغير في الفريكوانسي. تمام اوكي. طيب نيجي لنقطة تانية بقى. دلوقتي أنا عندي المحطة اهي وما كنتش رابطها بالشبكة، عايز أربط بالشبكة، إيه الشروط عشان أربط بالشبكة؟ في اللحظة دي حاجتين، يعني أنت جيت الصبح مثلا بالليل ما كانتش مربوطة هي بالشبكة ومالها، أو ممكن تكون مربوطة حتى لو ما بتطلعش الشمس عشان تدي الأكتف باور على فكرة، وده ممكن بالليل. الأكتف باور بتبقى عن طريق الإنفرتر، لكن إحنا جينا للنهار دلوقتي عايز أربطها بالشبكة، إيه الشروط؟ الفولتج رينج عشان تربطها بالشبكه يكون من 0.9 ل 1.1 بير يونت، والفريكوانسي من 48 ل 51 هرتز. اذا حققت الشرطين دول يسيبك تربطها بالشبكه، مفيش مشكله خالص. طيب اذا الفريكوانسي مثلا اقل من 48 هرتز مش هينفع تربطها بالشبكه دلوقتي، هتستنى. تمام، نيجي بقى لتوبيك تاني وهو الباور كواليتي. ايه الباور كواليتي ده؟ شوف الباور كواليتي ده اللي هي جودة الباور اللي من الآخر بتوصل للناس. طب ودي ايه اللي بيأثر فيها؟ مينلي الحاجة اللي تخلي الساين ويف بتاعت الفولتج وبتاعت الكرنت مش ساين ويف مظبوطة، وده يمكن احنا كنا اتكلمنا فيه كذا مرة قبل كده. يعني ايه مش ساين ويف مظبوطة؟ اقول لك، المفروض ان احنا عندنا الساين ويف اللي انت شايفها دي، بس في الحقيقه هي بتيجي جواها الحاجات ديت، فبيبقى ريزلتنت ويف مش ساين ويف، تبقى حاجه عامله كده شويه. طب ايه دول؟ دول هم حللوها بحاجه اسمها فورير سيريز. ايه فورير سيريز دي؟ فورير سيريز دي باختصار كده بتقسم التغيرات اللي حصلت في الساين ويف دي لساين ويفز مختلفه وجمعت على بعض، هو بيفكها تاني عشان يشوف هي كانت ايه اصلا. فلما عملوا الدراسة وقسموها كده وجدوا ان الموضوع كله عبارة عن ان انت عندك 220 و50 هرتز، بس مش بس دي الساين ويف اللي موجودة، اللي بيغير شكلها ان معاها حاجات تانية. معاها ايه؟ معاها قيم امبليتيوز تانية وفريكوانسي اضعاف ال 50. يعني مثلا انت الويف اللي موجوده دي عباره عن 50 هرتز و150 هرتز ومثلا 5 في 50 هرتز، اتجمعوا مع بعض عملوا الويف اللي موجوده. فالويف دي مش بس ساين ويف، مش بس اللي هي 50 هرتز ساين ويف. طب ده ايه مشكلته؟ ده مضر جدا. اضراره ايه؟ ده بيعمل هيتينج، لو انت بتشغل مكن وبالكهرباء لو مديله ومسلط عليه فولتج زي اللي احنا بنحكي عليه ده، اللي هو الشكل ده اللي انت شايفه ده، هيحصل له هيتنج. هتلاقي السيركت بريكرز تاخد اوامر غلط فتطفي غلط. هتلاقي النيوترال لاينز، لما كنا بندرس الثري فيز فود النيوترال لاين ده الكرنت اللي فيه زيرو، لا انت هتلاقيه اوفرلودنج، هتلاقيه عنده شحنه وشحنه كبيره كمان. هتلاقي في حاجه اسمها سكين افكت، افكت هتلاقي الافكت بتاع الارتفاع الكرنت عالي قوي. طيب انا محتاج اعرف ازاي اقيم الموضوع ده. هتحسب حاجه اسمها توتال هارمونيك ديستورشن. ايه التوتال هارمونيك ديستورشن دي؟ انت عارف ان ال 50 هرتز انت عندك 220 فولت فيها او 380 لو انت 3 فيز. هتقعد تحسب بقى، احسب ايه؟ هتحسب كل فريكونسي ثانيه مطلع امبليتيود قد ايه. يعني الامبليتيود بتاع ال 50 هرتز 220، طيب بتاع ال 150 هرتز كان قد ايه؟ كان 3، ودايما بيكون صغير جدا بالنسبه للفاندامنتال
او اللي هو بتاع ال 50 هرتز. طيب بتاع ال 5 في 50 ده قد ايه؟ تلاقي 5 وال7 2. تقعد تعمل كده، تعمل سكوير روت بقى لكلهم كلهم باستثناء الفاندامنتال، على الفاندامنتال ده اسمه توتال هارمونيك ديستورشن، يطلع رقم كده وتضربه في 100 عشان يطلع رقم في المية. هنشوف بقى كل واحدة من دول المسموح بيها قد ايه. كل الاود هارمونيكس المسموحين بيهم ان هم يعملوا توتال هارمونيك ديستورشن 5%. طيب والتوتال هارمونيكس اللي هم كلهم مع بعض بقى اود او ايفن مش اكتر من 8%، ده لو انت الفولتج اللي انت شغال عليه اقل من 1 كيلو فولت. طيب لو انت شغال من 1 كيلو فولت ل 69 كيلو فولت، مسموح لك 3% اود هارمونيكس و5% توتال هارمونيكس. طيب لو انت شغال من 69 كيلو فولت ل 161، مسموح لك ب1.5% اود هارمونيكس اللي هم مضاعفات الاود، يعني لو هي 50 اللي هي 3 في 50 يعني 150 و5 في 50 و7 في 50 كل الكلام ده. وتوتال هارمونيكس هو بقى ايفن وود 2.5%. طب لو انت شغال عند فولتج اكتر من 161 كيلو فولت زي بنبان كده، مسموح لك ب1% اود هارمونيكس و1.5% توتال هارمونيكس، يعني التوتال هارمونيك ديستورشن بتاعك ما ينفعش يكون اكتر من 1.5%. يعني لو ده اللي طالع معاك يبقى انت كده عندك مشكله، وغالبا انت هتضطر يا تغير الانفرتر، وعشان تغير الانفرتر هتضطر تفصل المحطه لحد ما تغير الانفرتر، او من الاول هو مش هيدي لك اللايسنز اللي تخليك تربط المحطه بتاعتك بالشبكه. طيب اخر نقطه بقى، احنا درسنا الترم اللي فات في الباور سيستم ان احنا عندنا ثلاث انواع من الباصص، يا اما لود باص وده مش اللي يخصنا دلوقتي لان ده باص بار فيه حمل، يا اما سوينج باص او اللي هو الريفرنس باص يعني، ودي حاجه فيكتيشيز قلنا ان هي مش موجوده في الحقيقه اصلا، يا اما النوع الثالث بقى اللي يهمنا اللي هو فولتج كنترول باص او يسموه جنريتور باص. ده كان ايه؟ ده انت كنت بتديله الاكتف باور وهو اللي بيعمل حساب للرياكتف باور او بيتحكم في الرياكتف باور، ان هو بيبقى قادر ان هو يتحكم في الفولتج. انت بتثبت قيمه الفولتج عند حاجه معينه، تقول له انا عايزه مثلا الفولتج يبقى 1.05 بير يونت. هو يعمل كده ازاي؟ بيعمل كنترول للرياكتف باور. انت في البي في ما عندكش جنريتور، بس انت بتحاول تعمل نفس الحاجه، فانت بتحاول تخلي الرياكتف باور دي كنترول، تديها سيت بوينت، تقول له انا عايز رياكتف باور مثلا 5 ميجا فار مثلا او 5 كيلو فار، او تحكم الباور فاكتور. وانت لو حكمت الباور فاكتور لان الاكتف باور ثابته فانت برضو بتكنترول الرياكتف باور بس ان انذر واي، او يبقى عندك كونستنت باور فاكتور، تقول له انا عايز المحطه دي تخرج باور فاكتور قيمته كذا، برضو ده بيتعمل بالكنترول. او تخلي الباور فاكتور فانكشن في الاكتف باور اللي موجوده دلوقتي، برضو ده كنترول. كل ده يعني تنفيذه ماثيماتيكالي مش فيزيكالي يعني. او الرياكتف باور فانكشن في الفولتج، وده برضو سهل، وهي طبعا العلاقه اللي ما بين الفولتج والرياكتف باور، الرياكتف باور بيتناسب مع سكوير الفولتج. كل ده معناه ان انت المحطه بتاعتك او الباسبار اللي مربوط عنده المحطه ده فولتج كنترول باس، انت قادر انك تتحكم في الفولتج بتاعه عن طريق يا اما التحكم في رياكتف باور، يا اما التحكم في الباور فاكتور، او نثبت الباور فاكتور، او نتحكم في الكيو بيزد على الفولتج زي ما احنا متعودين اصلا، او نتحكم في الاكتف باور ان ترمز اوف الباور فاكتور يعني. لحد كده انا هكتفي علشان ما بقاش اثقلت عليكم يعني، وهطلب منكم ريبورت. احنا محتاجين نعمل برزنتيشن بسيطة كده نشرح فيها الجريد كود بتاع الكونكشن، بس مش بتاع اللارج سكيل بقى، بتاع السمول سكيل بي في بالديستريبيوشن جريد. عشان نعمل كده محتاجين نقرا الجريد كود بتاع السمول سكيل، وده اهو. بص، اولا ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو بتاع السولار انرجي بلانت جريد كونكشن كود، ده اللي بيربط بالترانسميشن جريد.
وده اتعمل سنة 2017 في مارس 2017. هنلاقي فيه جزء كبير جدا من الكلام اللي احنا شرحناه، بس احنا اللي شرحناه كان مختصر يعني ومبسط على قد ما نقدر عشان ما نعقدش الموضوع يعني. حاول تقراه تاني وتشوف هو كاتب ازاي عن كل بوينت، تلاقي في حاجات احنا يمكن ما تعرضتلهاش، انا تعرضت الحاجات المهمة اللي انت عندك بيس كويس فيها ان احنا نقدر نتكلم عنها. ده واحد، بس مش هو ده اللي انا عايزه بقى يعني، انت ده لازم تعمله بس مش ده الاساينمنت اهو. الاساينمنت انك انت تشوف التكنيكال ريكويرمنتس فور كونكتنج السمول سكيل بي في باللو فولتج ديستريبيوشن سيستم او نتورك يعني. ده اتعمل تقريبا سنة 2014، هو ده الجريد كود اللي انا عايزه. هتلاقي فيه حاجات متكررة يعني، البوينت اوف كومن كابلنج اللي هي النقطة اللي بتربط بالشبكة اللي هي الديستريبيوشن نتورك يعني، سيفتي ديسكونكت هتلاقيه بيكلمك عن التوتال هارمونيك ديستورشن اللي احنا كنا لسه عاملين نتكلم عنها، القانون بتاعها عامل ازاي وشروطها ايه يعني. انا محتاج انك تقراها وتعمل برزنتيشن بسيطة عنها على قد ما تقدر. هتكلمك عن الفولتج رينج زي ما قلنا، لو زائد ناقص 10%، شوف هناك كان قد ايه، هنا من 48.5 ل 51 هرتز، هناك كان من 48 بس يعني. هتلاقيه هو بيتكلم كده، تلاقي اختلافات بسيطة عن التاني. حاول تقرا عن الفليكر هارمونيك ديستورشن المسموح بيه من التالت لحد التاسع، اللي هم كان احنا هناك هو جمع الاود مع بعض قال لك يبقى اقل من 4%، هناك ما كانش كده، ارقام تانية. باور فاكتور سينكرونايزيشن بتاع الانفرتر يبقى عامل ازاي، ديسكونكشن، الاوفر فولتج، وهتلاقي فيه كمان ايرثينج ميترينج. هو ده الشغل يعني، هو الناس بتشتغل في الموضوع بيزد على كده. هتلاقي في حاجه بقى ما كانتش موجوده في التاني، اللي هو الباي دايركشنال ميتر اللي انت بتتحاسب عليه، اللي انت الحكومه ممكن تديك فلوس عليه. ده اللي انت تقرا عنه بقى كمان، ده مهم، وده اللي مش موجود في اللارج سكيل يمكن. فانا حابب انك تقرا عنه وتتعلم عن الموضوع ده وتعمل ريبورت. شوف انت عايز تعمله ريبورت مكتوب او برزنتيشن، انا بالنسبه لي اتس اوكي، عايز اعمل برزنتيشن زي اللي انا عاملها كده دي مفيش مشكله خالص، بيريحك. انا بشكركم جدا واتمنى ان يكون الموضوع عجبكم يعني، الموضوع ده مهم، ارجوك ابذل فيه مجهود، من الاخر ده شغلك يعني. هو دلوقتي محدش حد بيعمل محطه ويربطها معزول عن الشبكه، كله بيربط بالشبكه، فهي الدنيا كلها رايحه للحته دي، فارجوك اهتم بالمحاضره دي. أشكركم جدا وآسف لو أنا طولت عليكم يعني، شكرا.